السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين البنات، لاباس عليكم؟ تنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم جميعا. وبالنسبة للمتتبعين الجدد لأول مرة تشوفوا القناة، تنتمنى أنكم تشتركوا في القناة ديالي، وذلك بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد، وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء والأقارب لتعم الفائدة. وما تنساوش لي اللايك والتعاليق الزوينة ديالكم. وبالنسبة يعني الدرس ديال اليوم غادي يكون عبارة عن طريقة يعني الخدمة ديال واحد البوندو اللي جد جد رائع كيف ما تلاحظوا، يعني أنيق وراقي، ويعني يصلح للكبار والصغار، ويعني بطريقة جد سهلة وبسيطة. ونتمنى أنه ينال إعجابكم. ودابا غادي نخليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة. ودابا غادي نبداو على بركة الله. أول حاجة تنعملو قبل ما تنبداو الخدمة وهي اننا تنعبروا القياس ديال الراس، كل واحد والقياس ديال الراس ديالو، يعني اي قياس لقيتو تنقصوا منه 6 سنتيمتر. هذيك 6 سنتيمتر هي ديال اللاستيك اللي غادي نلاقيو به الجهتين باش غادي نكونوا البوندو يكون على شكل دائري. يعني انا لقيت 40 سنتيمتر. من بعد تنعمل سلسله. السلسله فاش نخدمها تنعبر عليها 40 سنتيمتر، يعني في المجموع لقيت 110 ديال الغرز، يعني سلسلة فيها 110 ديال الغرز. ودابا غادي نبداو بسم الله. أول حاجة تنعملو عقدة البداية، من بعد تنعملو السلسلة اللي حصلنا عليها. يعني أنا غادي نعمل سلسلة فيها 110، من بعد ما عملت السلسلة فيها 110 ديال السلاسل، دابا غادي نرتفع بالسلسلة فيها 3، واحد جوج ثلاثة. هاد السلسلة اللي فيها 3 هي بمثابة عمود بلفة واحدة. من بعد غادي نعمل عمود، يعني غادي نحسب هاد الغرزة الأولى الثانية الثالثة، وغادي نخدم في الرابعة باش نعملو غرزة عمود بلفة واحدة. ثم في نفس الغرزة غادي نزيد عمود آخر بلفة واحدة باش تكون عندي 3 ديال الأعمدة. كيف ما تلاحظوا العمود الأول الثاني الثالث. من بعد يعني كل غرزة من هاد الغرز تنعملو فيها عمود بلفة واحدة، وتنستمروا بنفس الطريقة، يعني عمود بلفة واحدة في كل غرزة من هاد السلسلة اللي خدمنا فيها 110. وكل واحد القياسات اللي غادي تخرج ليه على حساب الرأس ديال كل شخص. وبطبيعة الحال هاد البوندو تيلاق يعني الكبار والصغار، تيجي الشكل ديالو زوين. تنستمروا حتى تنكملوا هذه السلسله. كيف ما تلاحظوا معايا من بعد ما كملنا هذه السلسله كامله بالاعمده، تنستمروا يعني في اخر غرزه عندنا، هذه تتكون على شكل في دائما. في اخر غرزه غادي نعملو 3 ديال الاعمده بلفه واحده دائما، العمود الاول ثم العمود الثاني والعمود الثالث. كما تلاحظوا معايا من بعد غادي نعملو في نفس الغرزة دائما نعملو غرزة حشو. كما تلاحظوا معايا من بعد تنجيو لهاد الغرزة الموالية، يعني هاد الغرزة اللي خدمنا فيها. كما تلاحظوا هاد الغرزة اللي خدمنا فيها تنتجاوزوها وتنجيو للغرزة الموالية،
تنعملو أرزة حشو. تنستمروا فوق كل غوزة، يعني فوق هاد الأعمدة كما تلاحظوا، هاد الأعمدة كل عمود غادي نعمل فوق منه غرزة حشو. نستمروا حتى تنكملوا هذه الأعمدة كاملين بغرزة حشو حتى النهاية. كيف ما تلاحظوا معايا، من بعد ما كملنا غرزة حشو فوق كل عمود بلفة واحدة، هذه الغرزة اللي كنا عملنا فيها الأعمدة كما تلاحظوا تنعملوا فيها غرزة حشو. تنجيو لهاد الغرزة وتنعملو منزلقة باش نختمو العمل ديالنا. بهذا الشكل تنزيدو سلسلة صافي، وتنقطع الخيط. نحاول اننا ندخلوا هذا الخيط، ندخلوه ما بين هذه الغرزات باش تنشينوه مزيان، يعني هذه الجهة الخلفية. ما تلاحظوا معايا هذا هو الشكل ديال هذا الشريط. تنعملوا اربعه الاشرطه، يعني ممكن نعملوهم في نفس اللون وممكن نخالفهم. انا درت جوج الالوان، انا عملت جوج الالوان كما تلاحظوا. من بعد تناخدوا يعني هذه الاشرطه، هاد الجوج كما تلاحظوا، تناخدو هاد الشريط يعني الوردي الفاتح مع هاد الوردي الغامق، تندير واحد فوق واحد بهاد الشكل. ثم تناخدو الكروشي والخيط، تندخلو الكروشي من وسط هاد الشريط الأول ثم الشريط الثاني، وتنسحبو الخيط بهذا الشكل. ثم سنعملو السلسلة الأولى، الثانية، ثم الثالثة باش نكونو عمود بلفة، يعني بحال عمود بلفة واحدة. ثم تنعملو عمدة على هاد الشريطين، يعني بحال تلاقيوهم بجوج. العمود الثاني دائما تندخلوا ما بين هاد الشريطين بجوج، تنسحبوا الخيط باش تكونوا عمدة. تنستمروا حتى تنكملوا هاد الجزء بالعمدة. بهذا الشكل ثم تنجيو يعني ناخدو هاد الشريطين المتبقيين بنفس الطريقة، تلاقيهم بجوج، يعني الفاتح الفوق، يعني بنفس الترتيب الفاتح الفوق والغامق لتحت، وتنستمروا باش نعملو أعمدة باش تلاقيهم تاهما بنفس الطريقة. يعني الطريقة سهلة، ما تحتاج شي مجهود.
باش تبقيهم بجوج تنعملو كذلك، تنعملو في الأعمدة. بهذا الشكل يعني هنا عملنا 4 الأعمدة، حتى هنا غادي نعملو 4 ديال الأعمدة، نخدموها عادي الأعمدة ثم ترتفعوا بسلسلة هي 3 هي بمثابة عمود 2 3، ثم تنقلبوا العمل ديالنا وتنعملوا أعمدة فوق كل عمود، غادي نعملو عمود بلفة واحدة. يعني هذا غير القياس باش يعني تنعملو فيه داك الاستيك، يعني تنقيسو تنشوف واش غادي يقطنا ولا ما يقطناش، يعني هذا غادي يقطنا لان الاستيك رقيق ماشي عريض. صافي وتنختمو بسلسلة، تنقطعو الخيط تنحصلو على هذا الشكل. من بعد دابا غادي ندوزو نضفروها، تنسرحو هاد بهذا الشكل كما تلاحظوا، تناخدو هاد الاشرطه اللي في الوسط يعني هذا اللون الفاتح، تنعملو يعني هاد الجهه هادي نعملوها تحت هاد الجهه بهذا الشكل كما تلاحظوا، تيجي الشكل ديالها هكذا. بهذا الشكل من بعد تناخدو هاد الجهة تنديروها فوق هاد الفاتح، غادي نعملو هاد يعني الشريط الغامق، ثم تناخدو هاد الجهة يعني هاد الشريط الغامق تنعملوه تحت هاد الفاتح بهذا الشكل، تنجيبوه فوق هاد الغامق بهذا الشكل باش نكونوا الضفيرة ديالنا. تنحاولوا اننا نتقنوا العمل ديالنا باش ما تجيش يعني مرخيه، تنحصلوا على هذا الشكل. من بعد تنجيبوا هذا الشريط الفاتح تنجيبوه فوق هذا الغامق بهذا الشكل، وهذا الشريط الفاتح تنجيبوه تحت الشريط الغامق تنجيبوه بهذا الشكل. هاد الشكل يعني هاد الفاتح تيجي عليه هاد الشكل، تيجي على شكل هكذا يعني بحال اوفال. وبنفس الطريقه غادي نخدمو هاد الغامق، يعني غادي نجيبو هاد الغامق وغادي نجيبو تحت الفاتح بهاد الشكل، وهاد الغامق غادي نجيبو فوق الفاتح، هاد الغامق اللي جبناه تحت الفاتح غادي نجيبو فوق هاد الغامق بهذا الشكل، تنحصلوا على نفس الديزاين، يعني هذا الشكل اللي في الفاتح هو اللي في الغامق، وتنستمروا بنفس الطريقة وبنفس الترتيب. من بعد ما كملنا هاد الضفيرة كما تلاحظوا هذا هو الشكل ديالها، تنجيو للنهاية يعني الاخر ديال هاد الاشرطة، وتلاقيو هاد الجهة يعني الفاتحة مع هاد الجهة الغامقة، ونفس الشيء بالنسبة لهذه الجهة.
وتلقيهم بالكروشي دائما بالأعمدة. تدخلوا الكروشي في هذا الشريطين وتنسحبوا الخيط، تنعملوا سلسلة فيها ثلاثة جوج ثلاثة، وتنعملوا أعمدة فوق هاد الشريطين، يعني وسط من وسط منهم تنعملوا الأعمدة. نفس القياسات بطبيعة الحال، يعني عملنا 4 أعمدة في الجهة الأخرى، حتى هذه غادي نعملو نفس القياس، أربعة ديال الأعمدة. تنجيو الجهة الأخرى، يعني الشريطين الآخرين، تنجيو لهاد الشريطين بنفس الطريقة، يعني هاد الفاتح مع فوق غامق، وتنعملو 4 ديال الأعمدة نفس القياسات دائما. وهذا هو الشكل كما تلاحظوا، كيجي الشكل ديالو رائع. ونتمنى انه ينال اعجابكم، وإذا عجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالي وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وتبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء والاقارب وفي مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة. وما تنساوش تدعموني باللايك والتعليق باش يعني نتشجع انا نجيب لكم اعمال جديدة وزوينة وفي المتناول دائما، يعني دائما مع السهل والبسيط. والى عام مقبل باذن الله.